بسم الله، من الحاجات المهمة جدا لأي شخص شغال في البيم أو الريفت إن هو يعمل امبورت واكسبورت للإكسل. ليه؟ لأن وأنت شغال ممكن يكون في مجموعة من القيم كتير عايز تغيرها، فهتاخد منك وقت لو غيرتها مانيوال، بينما لو أنت عملت الموضوع ده على الإكسل مش هياخد منك وقت. أو ممكن تعملها بالداينامو، في حاجات كتير بتتعمل بالداينامو بسهولة، في حاجات بيبقى هتاخد وقت أكتر. فخلينا نعملها بالاكسل والامبورت بالاكسل. فهختار الجدول اللي انا عايز اصدره للسكادول، وبعد كده هقول له اكسبورت الرايت، تمام. وبعد كده هقفل واروح افتح جدول الاكسل بتاعي، تمام. دي القيم، فهاجي هنا اقول له فايل واقول له خليه امبورتكت على اساس ان انا اقدر اعدل هنا مثلا كل دول. ممكن تقول له دول مثلا ساعة، تمام. تسحب الرقم ده كده، تمام. فتلاقي ده مخدش منك وقت خالص، وده تقدر تسحبه وتبدأ تحط هنا، تغير الكلام زي ما انت عايز بالشكل دوت، تمام. بعد كده تقول له سيف وتقفل وتروح للريفت. بعد كده تقول له امبورت بقى المرة دي، تختار الجدول، تختار الجدول اللي انت عايزه، تقول له امبورت. بيقرأ هو كل المعلومات الموجودة في الجدول، وتلاقي كل حاجة اتعدلت في مينيت. فدي من الحاجات اللذيذة جدا اللي هنستخدمها كتير لو احنا شغالين بنعمل ملفات الكوبي والشغل الادفانس ده.